الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بالنسبة لهذا المشروع ديال جلب الماء من جوج الآبار اللي محاذية لنهر ملوية، فهذا المشروع كيدخل في إطار ترشيد المياه ديال الشرب وسد الخصاص اللي كتعرفوا المدينة زيو والجماعة دولة ستوت والنواحي، خصوصا في هذه السنة الأخيرة اللي كان السد ديال محمد الخامس عرف واحد النقص حاد في المياه، سواء ديال السقي او المياه ديال الشرب. لذلك فالحكومه مشات في هذا الطرح ديال تدبير الامثل لمياه، خصوصا مياه الشرب، فتلونس هذا المشروع ديال جلب الماء من جوج الابار اللي كان نقب عليها الحوض المائي هذه سنين طويله وكانت احتياطيه. الان امام هذه الندره ديال المياه، فالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب فكر انه يجلب الماء من هاد جوج الابار، واللي كتشوفوا بان الاشغال على نهايتها تقريبا، في الاسابيع القادمه غادي ينتهي هذا المشروع. وهذا المشروع ديال جوج الابار اللي غادي يعطي واحد الصبيب ديال حوالي 50 لتر في الثانيه، اللي هو واحد الكميه جد هائله، والمياه صالحه للشرب. بالنسبه للمعالجه ديالها غادي تتم في هذه الابار، غادي المواد البرودوي اللي غادي يمكن تضاف في الابار باش الماء يكون صالح للشرب مباشره، يدوز للمحطه ديال الضخ باش يزود الساكنه بالمياه ديال الشرب. وهذا المشروع فهو يعني موازي للمشروع الثاني اللي كانت الحكومه ارتأت انها غادي تنجزه ان شاء الله، اللي هو بناء واحد شبه سد على نهر ملوية بمنطقة العباد، اللي غادي يزود السهول ديال صبرا وبوعرق وسهل قارت بمياه السقي بالموازاة مع تزويد المنطقة ديال سهل طريفة. إذا هذا المشروع اللي إن شاء الله غادي يخرج للوجود كذلك، بالموازاة كذلك مع المشروع ديال تحلية مياه البحر اللي ربما غادي ينطلق في الحسيمة وفي إقليم الناظور، لسد الخصاص المهوي اللي كتعرفوا المنطقه في المياه، سواء ديال الشرب ولا المياه ديال السقي. اذا هذا التوجه غادي فيه الحكومه مشكوره، لانها ارتأت ان هذه المنطقه كتعرف واحد الطلب كبير على الماء، وسد واحد اللي هو سد محمد الخامس غير كافي باش يسقي واحد السهول اللي هي جد شاسعه، اللي هي سهل طريفه بوعرق صبرا وقارت ومجموعه ديال المدن اللي كتستافد من مياه الشرب من هذا السد. لذلك فالدولة مشكورة ارتأت أنها تنوع الموارد المائية ديالها. لذلك فكنشوفوا هاد جوج ديال الآبار راهم غادي يبديو في الاشتغال ديالهم. كذلك بالنسبة لجلب الماء من ملوية حتى هو المشروع إن شاء الله غادي يخرج للوجود. كذلك نتمنى إن شاء الله تحلية مياه البحر سواء بالحسيمة أو الناظور تخرج للوجود في القريب العاجل إن شاء الله. كذلك كان الحمد لله تعالى ان الله تعالى في اخر السنه اللي مطرنا بمياه بامطار الخير، والسد عرف واحد يعني واحد الامتلاء امتلأ عن اخره، وهذا من فضل الله تعالى اللي رجع الحيويه والنشاط لجميع الفلاحين بالمنطقه. وشكرا لزيو سيتي على هذه الاستضافه.